مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. برحب بحضراتكم، وخلاص وقت قليل قوي بيفصلنا عن مباراة نهائي القرن، الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حلم بنحلم بيه كلنا بقالنا فترة كبيرة. طبعا بنتمنى البطولة أهلاوية. في حالة من الحماس، حالة من الخوف، من القلق، في إشاعات كتير بتحصل، ولكن اللي احنا كلنا متفقين عليه الفترة دي، غير ان احنا واثقين في لعبتنا وفي جهازنا الفني، ان احنا محظوظين كلنا ان احنا جزء من الحدث التاريخي ده، ان احنا جزء من المباراة التاريخية دي. كلنا بتكلم على لعيبة، على جهاز فني، على جماهير، علينا كإعلاميين، ونتمنى ان احنا نكون ان شاء الله بنبارك لحضراتكم يوم الجمعة بإذن الله الفوز بالتسعة ان شاء الله في دوري أبطال أفريقيا. وجبنا كمان انه في الوقت ده في قلق كتير وإشاعات كتير، إحنا دايما نطمن حضراتكم ونقول لكم كل الأخبار طبعا السليمة والأساسية من طبعا قناة الأهلي، وهو ده واجبنا. اللي حصل إنه مسحة طبعا لعيبة الأهلي في المعسكر سلبية، الحمد لله كل اللعيبة جت نتيجة مسحة فيروس كورونا سلبية، ولكن مسحة الكاف هتكون بكرة الصبح إن شاء الله. بنتمنى السلامة لكل اللعيبة، ما يكونش فيه أي لاعب إيجابي أبدا، وبنتمنى الشفاء لكل المصابين طبعا.